يوم جديد وحلقة جديدة، العدد صار أقل والوقت يمشي بسرعة، لذلك على الكل أن يباوع لي قدام وأبد ما يلتفت لي ورا. صحيح ودعنا أصدقاء أعزاز قضينا وياهم أوقات أقرب إلى الخيال، بتحدي وضحكة ودمعة وعصبية واستعجال وتأني، لكن بالمقابل إحنا بمصنع الطهاة والدروس هواي، وش ما نوصل من معرفة وعلم راح نطمح أكيد للأكثر على أيدي مثلث الإبداع. اليوم راح يكون عندنا برياني عراقي أويلي، يعني اليوم الإبداع العراقي على أصوله. خلونا نشوف منو راح يبدع ونفسه تبين من صدق بالبرياني. حظ موفق للجميع.